يعني بشوف ان المناخ التحكيمي غير جيد في الحقيقه، انك تقدر تاخد حقوقك على اقل تقدير، وده اللي انت بتبقى طالبه دايما في اي مباراه من المباريات. انت مش عايز غير حقك بقى، بعيدا عن الجوانب الفنيه. انت وحش يا سيدي ما تستحقش تكسب، خلاص مفيش مشكله. حلو تستحق تكسب ماشي، بس حتى لو انا وحش لازم تديني حقي. هل الاهلي خد حقه؟ لا في الحقيقه انا بشوف كده في حالات كتيره جدا جدا من المباراه اللي فاتت بالتحديد مع الكابتن وليد عبد الرازق، اللي اكيد احنا بنحترم كل الناس وكل الحكام وما بنخشش في نوايا حد، لكن في نفس الوقت بنتكلم على حالات قدامنا فبنحاول نلاقي لها تفسير او مبرر بغض النظر عن اي شيء اخر. طيب تعالى نشوف ترند الاهلي ونتكلم في بعض الاخبار المهمه اللي بتتعلق بالاهلي وجماهيره. نبتدي بالحساب الرسمي لوطن سبورت على تويتر، واللي قال او كتبوا ان صدمه في الاهلي بعد اصابه ياسر ابراهيم، الاشعه تكشف مده غيابه، واللاعب في الغالب يعني هيجيب من اسبوعين لثلاثه بسبب الام العضله الضمه، وواضح ان هو شد في العضله الضمه، فبالتالي مش هيكون متاح بالنسبه لك في مباراه سموحه، في مباراه كمان الزمالك في الدوري، فالموضوع هيكون صعب شويه بالنسبه لياسر ابراهيم. اعتقد يلحق كاس العالم، يعني اعتقد ممكن يلحق كاس العالم، لكن في كل الاحوال انت بتفتقد مدافع اللي هو ياسر ابراهيم، تفتقد مدافع اخر في مباراه القمه بالتحديد، انا بتكلم عن مباراه القمه متولي منعم اعتقد هيلحق مباراه القمه بشكل طبيعي، فللاسف الشديد ده الوضع الحالي. تمام نتكلم على الجزئيه دي كمان، ودي جزئيه غايه في الاهميه وكلام بالنسبه لي مش منطقي، يعني اللي هو كوره 11 وحسابه على تويتر بيقول لك بعد ما خلاص خرجوا من حسابات كولر في الاهلي، أربع أندية من الدوري المصري تتنافس على خط أو خطف الثنائي رامي ربيعه وأيمن أشرف في ميركاتو يناير الجاري. أنا الكلام ده يبدو بالنسبة لي غير منطقي لسبب بسيط قوي. أنت دلوقتي مش موجود عندك متولي أهو للإيقاف، مش موجود عندك ياسر إبراهيم للإصابة، محمد عبد المنعم كان مصاب، فأنت هتستغنى على اثنين في نفس المركز اللي هم ربيعه وأيمن أشرف، سواء بقى بيشاركوا أو ما بيشاركوش. بالمناسبة ربيعه لما نزل الماتش اللي فات كان كويس، يعني أدى بشكل كويس جدا، سواء شاركوا او ما شاركوش هتبقى مجازفه كبيره، فالكلام مش منطقي بالنسبه لي. انا بقول لحضراتكم الاثنين مكملين على يعني اقل تقدير، الله اعلم المتغيرات اللي بتحصل مع نهايه الموسم ايه اللي ممكن يحصل، بس في يناير مفيش حد ماشي، في يناير مفيش حد ماشي لا ربيعه ولا ايمن. انا بتكلم معاك طبقا للفتره الحاليه النهارده بالتحديد، فده انت محتاج كل واحد دلوقتي، عندك بطولات كثيره جدا فمحتاج كل واحد في مركز الدفاع كمان بالذات، فالخبر ده مش حقيقي، والاثنين لعيبه موجودين في حسابات الجهاز الفني. نروح للمصري الرياضي وحسابهم على تويتر بيتكلموا عن كولر يطلب تجهيز طاهر لمواجهتي سموحه والزمالك، هو الراجل جاهز وبيتم تجهيزه بشكل كويس جدا وموجود في التدريبات الجماعيه بالنسبه للفريق، وان شاء الله يكون موفق في حاله مشاركته في اي مباراه من المباريات المقبله، وهو عنصر مهم جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا